الو، اهلا بيكي. فضلت الشيخ معايا. ايوه يا فندم، اتفضلي. انا ابني مات وعنده 12 سنه، ربنا يعوض عليك يا رب ويرحمه رحمه واسعه. تعبانه قوي قوي. ربنا ينزل ربنا السكينه على يرحمه يا رب، قلبك يا ربنا رب. يرحمه. هو بتحاسب ولا مكانه فين في الجنه؟ طيب صلي على النبي. يا سلام. انا انصحك نصيحه بس، انا عايزك تقولي دائما انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون على السبحه 2000 3000 مره في اليوم، لان ده هيسكن قلبك ان شاء الله. اما بالنسبه له هو فاطمئني، هو غالبا لم يصل الى سن البلوغ، فهو هيخش الجنه على طول، ايوه مش انا هيتحاسب ولا حاجه. يبقى انت اطمئني عليه وهو داخل الجنه ان شاء الله. وانت بقى قولي يعني زي ما قلنا كده، انا لله وانا اليه راجعون، باستمرار باستمرار ليل نهار، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينه على قلبك ان شاء الله، ويسلي قلبك ويخلفك فيه خيرا ان شاء الله. بإذن ربنا الله. يصبر ربنا يبارك قلبك لك يا رب. يا رب. وما تقلقيش، انت في الجنه معايا باذن الله، ان شاء الله باذن الله هينتظرك سيكون على باب شفيعا الجنه. لك باذن الله.